السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الله، وانت تحية كبيرة لكم وكل كما راكم. ديما معاكم لطفي دوب الكانو، فيديو جديد. اليوم كلاني قلبي على واحد العبد اللي هو وزير الشؤون الدينية. وزير الشؤون الدينية والأوقاف من ضمن المواضيع المهمة والحساسة في بلادنا في هذا المجال تاع الدين وتاع الفقه وتاع العقيدة وكلش. راح يدير ندوة صحفية ويحكي على شمس وديزاد ويحكي على أنستينا. وش هذا الانحطاط يا أخي؟ وش بها الحكومة ولات خردة لهذه الدرجة؟ تحكي على فنان دار فيديو ما نسطيش وتقول كيفاه يقول ما نسطيش، وتحكي على أنستينا وتقول لا أو يستهزأ بالرسالة. وش بيك الدراري يا أخي؟ يستهزأ بالرسالة. نهار سلال هدر وقال ربي هز لي جمال ويعس فينا، ما قلتش عيبة ويستهزأ بربي، ما هدرتوش كلمة حق لتما، واليوم غاضتكم يستهزأ فيلم بالرسالة. يا أخي حابسين يا أخي، هذا اقتباس يا جماعة، هذا اقتباس ومش خلاص استهزاء. نهار عمارة بن يونس قال راح نديرو وش خمر ودارو ومدو تسريح للناس الكل، أنت يا وزير شؤون دينية كنت تقول لا أنا خاطيني هذا تابع وزارة التجارة، أنا وزارة شؤون دينية. الانتخابات تابعين الوزارة الداخلية، وش دخلك انت في الدين في الانتخابات؟ وش دخلك؟ حتى الأئمة بهدلوك ورخصوك وقالوا لك ما تدخلناش احنا وما نديروش جمعة في الموضوع هذا، انت عندك مصالح شخصية وعندك فلان وفلان قاعد تجري وراهم. هما كاين ناس عندهم شوية هذاك متقالوا ذرة من ايمان، هما غاضتهم لا انا ما دخلنيش. يا اخي قلت ما ندخلوش روحنا في الوزارات الاخرين كيما ما تدخلش روحك في الخمر، ما لا هما تانا ما يدخلوش روحهم في وزارة الداخلية. ومادام السيدة تهدر يا جماعة، كان واحد الموضوع والله ما كنت حاب نحكي عليه باش ما نفضحش رواحنا، باش ما نفضحوش رواحنا امام الناس. فمادام فتح النقاش دوك نحكيو عليه. اسمعوها مليح يا جماعه، وصرات في البرلمان اللي راح تنتخبوا عليها يا جماعه. عم بالكم باللي في الجزائر كل الشركات تمد الضرائب الغرامه لي زامبو، كل الشركات من بين الشركات اللي تمد بالملايير الملايير الضرائب يا جماعه، عم بالك شكون؟ الشركات تاع الخمر وصناعه الخمر وتجاره الخمر، هذه كل تمد بالملايير. هذا الملايير تروح في الخزينه العموميه تاع الدوله. الخزينه العموميه تاع الدوله واش يديروا بها يا جماعه؟ يمولوا بها ويبنيوا بها المرافق العموميه، يبنيوا بها مساجد، يخلصوا الامام، يخلصوا الماموم، المدارس، المعلم، يمولوا شويه قهوه، يدعموا شويه سكر، يدعموا شويه فرينه تاع الخبز. ياه، يعني انت كشعب قاعدين يوكلوا فيك في القهوه والسكر والخبز مدعم بالضرائب تاع الخمر. نعم وي مسيو، قاعد تاكل في الضرائب تاع الخمر مدعمه، كلش راهم مخلطينها. نهار البرلمان قال لهم يا جماعه عيب عليكم لازم نحكيو على هذا الموضوع، ما تخلطوش الضرائب في الخزينه العموميه وتوكلوا الشعب الحرام. قالوا لهم ما تدخلوش روحكم، هذا قانون حطه الرئيس، ما تدخلوش البرلمان، راهم يوكلوا فيكم في الحرام يا جماعه وما عبالكمش، وراح توقفوا قدام ربي ويجي لحمك يقول لك حقه ما عم بالكش اني كليت ضربت الضرائب تاع الخمر نشبعت، وتقول له يا ربي ما عم باليش. يقولوا لك لا، كاين كتب وكاين قوانين وكاين الدستور وكلش راهو مكتوب، انت ما حبيتش تسقسي وانت رحت انتخبت على جماعه ما قالوا والو للرئيس لانه هو اللي دار هذا القانون يوكلوا فيكم في الخمر جماعه. والشؤون الدينيه ساكته وقالت هذا خاطيني، هذا امر انا يهمني انستينا ويهمني شمس وديزات كي قالها من سطي والاخر دار الرساله. يا بئس القوم، بئس القوم، طرحتوا واحد النيب والنيب تاعكم تلمو با، حتى الهمه تاعكم حتى الرجوله تاعكم باعت تمدت هكا كادو، حابين تزيدوا تبهدلوا بينا. الله يهديكم يا سي الوزير، مع كل احتراماتنا الله يهديكم والله يفتح عليكم والله يرزقكم شويه رجوله وشويه شجاعه وتهدروا كلمه حق ان شاء الله. يا رب يرزقك الشجاعه تاع شمس وديزاد ويرزقك الشجاعه تاع انستينا. هلا في رواحكم.